كلامنا اليوم راح يكون على السترينج. السترينج هي عبارة عن كاركتر أري. احنا قبل ما أخذنا عن الأريز أخذنا عن الانتجرز والدبل لكن ما أخذنا عن الكاركترز، إنه أعرف أري من كاركترز. فهذه هي السترينج عندي. السترينج هي نفس الأريز اللي أخذناها قبل، يعني طريقة تعريفها، لكن هي كاركترز، إنه أنا بدي أخزن فيها كلمات، بدي أخزن فيها أسماء، بدي أخزن فيها أحرف متواصلة. أحرف متواصلة إنه أوصل لنتيجة إنه أنا عندي اسم كامل مثلا. فهذه السترينج. السترينج هي عبارة عن array of characters تنتهي، أو بعرف نهاية النص اللي عندي أو التكست أو النيم عن طريق إيش؟ النل. النل بعبر عنها اللي هي backslash zero. backslash zero في نهاية الأري هي بتعطيني انه انا هنا وصلت، انه انا انهانا السترينج او النص انتهى عندي. يعني لما اجي اعرف كاركترز اري اسمها char، اري نوعها كاركترز، الاسم اس عباره عن ست عناصر، فيها ست عناصر فيها بيكون عندي اخر عنصر في الاري عباره عن باك سلاش زيرو اللي هو نل، اللي هو انا وصلت لنهايه الاري أو لنهاية السترينج. طيب خلينا نعرف السترينج. يعني على سبيل المثال لو جيت أنا حكيت أن أنا كاركتر نيم من خمس عناصر يساوي، وهنا بدي أجي أعمل فيل الأري أي A مثلا، وهنا عندي H، هنا ام و اي و دي احمد. احمد هم خمس احرف. بس انا في شيء عندي مهم لما بدي اجي اعرف الاري او اجي اعرف السترينج، اذا الكلمه عندي من خمس احرف كليش بدي احط في السايز؟ 6. ليش بحط 6؟ بعطي مجال اني اجي اكتب هنا باك سلاش زيرو اللي هي نل لنهاية السترينج. أنا هيك عرفت الري أو عرفت السترينج ست كاركتر، الاسم عبارة عن خمس أحرف والسادس للنل. دكتور بس الري بتبلش من الصفر. إيش تبلش من الصفر؟ يعني بلزمش نحط ستة. لا إحنا بحكي هنا عن عدد العناصر، يعني 1 2 3 4 5 6. الاندكس بيبدا من الصفر، من صفر لخمسه. يعني لو جينا هان حكينا يعني راح يكبر عنصر فاضي هيك. كيف؟ يعني النيم السته راح تكبر فاضيه فيها النل بالضبط، او منصر او نمبر عشوائي. يعني انا بحجز مكان للنل اللي هي نهايه الاري، واضح؟ فانا لو جيت اطبع خلينا اطبعها print f. طبعا طبعت السترينج، من بدي اجي اطبع السترينج البرسنتج، وبدل الدي او الاف بحجز بكتب اس، اس اللي هي حتطبع لي سترينج. طبعا هنا في شغله ثانيه، انا عندي ميزه في السترينج انه انا مش بحاجه لفور لوب عشان اطبع السترينج، لان يعني هي هذه كاركترز، هي مش اري اوف ارقام اعملها برنت ويطبع لي كل الارقام وبدي احتاج لوب احساس اطبع محتويات الاري. أنا string ممكن أجي أحدد هنا إنه بدي أطبع S أو string، وباجي بكتب اسم string مباشرة name. طب خليني أطبع أشوف هاي name أحمد، هاي هي طبع لي string اللي أنا دخلتها. طيب لو عرفت خمسة بدل ستة وجيت انا عرفت خمسة، ايش اعطاني؟ احمد ال اعطاني رقم، هو عادة يا اما راح يشبكها مع كلمات ثانية موجودة او راح يعطيها حرف عشوائي، واضح؟ لان يعني ما حددت له متى بتنتهي او وين انا وين تنتهي عند السترينج، فاحمد وربط لي معها ال، فعشان هيك لازم انا احدد، يعني ازيد في التعريف 6 واترك مساحه للنل.
طبعا هنا هذه ممكن لو انا ما كتبتها null 6 وعرفتها بالشكل هذا كتب لي احمد انه انا لو ما عرفت null الكومبايلر باي ديفولت راح يضيف null للسترينج، بس انا بدي اكون حاجز لها مكان، بدي اكون معرف مكان انه معطي 6، وهنا سواء ضفت باك سلاش 0 او ما ضفتها الكومبايلر تلقائي راح يضيفها، بس المهم اني اكون حجزت سايز لها. طيب في طريقه ثانيه ممكن اعرف الاري او السترينج، اني اجي احكي مثلا سيتي تساوي سيتي من 5 أحرف تساوي جنين مثلا. جنين كم حرف؟ 3 4 5، وبدي اترك واحد للنل 6. هاي طريقه ممكن اتعرف على السترينج مباشره، مش شرط اجي اكتب زي ما كتبت فوق. هان ممكن اجي احط بين دبل كوتيشنز. هنا ركزوا، انا اذا بدي اعرف سترينج كامله بدي احط دبل كوتيشنز مش سنجل كوتيشن، لكن اذا بدي اعرف بالطريقه اللي فوق كاركتر باي كاركتر، الكاركتر الواحد بعرفه او بتعامل معه عن طريق سنجل كوتيشن، بينما هنا دبل كوتيشن. لو جيت هان عند برنت، انا ماي سيتي، وجيت هنا سيتي وطبعت ماي سيتي جنين. هاي طريقة ثانية انا ممكن اتعامل معها مع في تعريف الاري. طبعا ممكن اترك السايز فاضي وراح ياخذه من خلاص الموجود هان من النص اللي انا دخلته، اعمل ران كمان ماي سيتي جنين. انا ممكن احدد السايز، بس اذا حددت السايز بدي احسب حساب عدد الكاركترز بالاضافه الى النل فاليو او الباك سلاش زيرو، او بتركها فاضي فهو راح تلقائيا راح يتعرف عليها، راح يتعرف على السايز تبع الاري. عندي شيء مش مسموح انا في الاري اني اجي اعمل اساينمنت بالشكل هذا، اني اجي احكي كاركتر سيتي 6 واجي انا احكي سيتي تساوي جنين، لانه هنا مش فاريبل عادي، ما بنفع اعمل اساين للاري، اني اعرف اري بعدين اعملها اساين. فهي الحاله لو جيت عملت رن حكى لي ريديكليشن اوف سيتي. طيب هاي سيتي 1 وهاي سيتي 1 بس ما يكونش تكرار في التعريف المتغيرات، واعمل رن اعطاني ايش؟ assignment to exhibition with array type، فبالتالي ما بنفع اعمل assign للاري. فانا عندي هذه يعني not legal لما اجي اتعامل مع الاري. فهي باختصار كيف انا ممكن اعرف السترينج. سترينج بعرفها كما عرفت الاري، لكن كاركتر القيم بدخلها اما بالطريقه هاي زي ما بدخل الاري العاديه، او دبل كوتيشن وبدخل النص اللي بدي اياه. بالنسبه للسايز بدي دائما احسب حساب انه في عندي 1 سايز زياده للنل، او بترك السايز فاضي. طيب نيجي على السكان اف سترينج. سكان اف سترينج او كمان انا مش مضطر اعمل لوب، انا ممكن مباشره اعمل سكان اف. فبالتالي لما اعمل سكان اف عندي كمان مره داتا تايب هنا اس، وهنا انا عرفت فوق نيم ممكن استخدمها نفسها نيم، وهنا بدي اعمل برنت اف للنيم. طبعا هنا ما احتجت اني احط الاند، ليش؟ حدا عنده فكره ليش؟ لانه string array pointer. ايش؟ لا لا لا, لا. تمام كمل غلط. بقول arrays لانه ما بنحط لها هي pointers. بالضبط، انه اسم الاري ترى مش اسم اسم الاري هو عباره عن pointer لاول عنصر في الاري، فانا مش بحاجه لهاي. هان خلاص مباشره بكتب بقرا scan name وبرنت اف name. طيب خلينا اجرب هي run. طيب خلينا اكتب بشكل صحيح، خليني انا اعمل print of these
زينتر نيم، وهنا بدي اعمل رن. نسيت السيمي كولون، فانا عندي بريزنتر نيم، فانا احكي مثلا انس، طبع لي يا انس. فانا هنا رديت دخلت قيم ثانيه على هي، طبعا انا عرفت السترنج الاولى احمد، رديت كمان مره دخلت فيها قيم، بس دخلت فيها قيم بالطريقه الصحيحه يعني ما عملت اساين. فانا هنا صارت عندي النيم تساوي انس. طيب في عندي مجموعة من الفانكشنز، قبل ما نروح للفانكشنز انا عندي السترينج انا عندي البرنت اف والسكان اف. انا عندي برنت اف اذا استخدمت 8 سترينج، لما جيت لما عندي لما اجي اعرف السترينج، يعني جيت هنا كاركتر سترينج 6 احرف، عرفت هلو 5 طبعا والسادس للنال، جيت حكيت اطبع لي 8 اس، ايش اللي راح يعملوا هنا؟ راح يحدد 8 بوزيشنز ويطبع الاري ابتداء من اليمين، من الاقصى اليمين للبوزيشنز اللي حددها. واضح؟ فبالتالي انا هنا انا حددت له 8، شو يعني؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 وطبع ايش؟ السترنج الموجودة عندي. وترك 3 فاضيين، اعطاهم سبيس فاضي. ناقص 8 العكس، راح يحجز 8 اماكن ويطبع السترنج في اول 5. يعني لو جيت هان خلينا نجرب النيم هاي، بدل اس بدي احط 8. 8 شو راح يعمل؟ النيم عندي 8 والنيم عندي هسه بدي اشوف قديش راح ادخله. النيم مثلا علي، فانا علي 3 احرف، حجز 8، طبع علي في اخر 3 وترك اول 5 فاضيين. لو جيت اعطيت اسم اكبر مثلا عبد العزيز، يمكن لا يمكن تطلع حسام، هنا طبع 2 4 6 وترك 2 فاضيين. طيب لو جيت هان حطيت 4 وجيت هان كتبت مثلا انس، فعليا ما اعطانا اي فراغات. ليش؟ انا حجزت 4 اماكن وانس هي عباره عن 4 كاركترز، فبالتالي خلص يعني ما في اي اكسترا سبيسز. فهنا اذا تم تحديد معي البوزيشن او السايز تبع السترينج. طيب خلينا نجي نحكي عن الفانكشنز. في عندي الفانكشنز اللي بتعامل فيهم مع السترينج. عندي اول فانكشن str copy او string copy. string copy شو بيعمل لي؟ كوبي حيطبع لي سورس سترينج انتو ديستنيشن سترينج. يعني لما طبعا الفانكشن هو بيلد ان فانكشن، فبالتالي انا موجود عندي ماشي بحاجه اني اعرفه ممكن استخدمه مباشره. الفانكشن ايش الارجيومنتس اللي بتعامل معها؟ سترينج وسترينج تو سترينج. اللي راح يعمله انه راح يعمل كوبي للسترينج هاي الثانيه على الاولى. خلينا نجرب ناخذ مثال على السترينج كوبي. فانا هنا عندي اول فانكشن سترينج كوبي. لو جيت هنا عرفت كاركتر ستودنت من 10 والاسم احمد،
وهنا كاركتر الستودنت الثاني std2 10 يساوي حسام. بدي انسخ الاسم الطالب الثاني مكان اسم الطالب الاول. شو بجي بعمل هنا؟ str هاي اسم الفانكشن cpy copy. طبعا يفضل اني اكون استدعيت اللايبراري تاعت السترينج في السترينج لايبراري انكلود string.h هيا الاصل اني اكون استدعي string.h. طيب ارجع الفانكشن هنا عندي string copy بدي افتح هي اعطاني الكاركتر راح تاخذ ايش string copy راح تاخذ two arguments. الارجمنت الاولى اللي هي std و std2 student الثاني. شو راح يصير عندي؟ انه راح ينسخ ما في student الثاني مكان الاول. فبعديها لو جيت طبعت عملت print f std student وهي الاس وهنا كمان student طيب الان بعد ما عملت كوبي جربت اطبعهم وبعمل print please enter a name. هاي الاستي دي ايش؟ حسام. بدل ما هي بدل ما الستودنت الاول انا عرفته احمد لما عملت كوبي ايش صار فيه؟ انتقل فصار عملت كوبي للسترينج الثاني فصار الاسم حسام. فانا هيك عملت سترينج كوبي. طيب في عندي فانكشن ثاني اللي هي سترينج ان كوبي str ان كوبي اللي هو حينسخ عدد محدد من الكاركترز الى السترنج الاولى من السترنج الثاني الى السترنج الاولى. يعني بدل ما ينسخ السترنج الثاني كلها راح ينسخ فقط عدد محدد من الكاركترز. فلو جيت انا هنا كتبت string an copy بدي اكتب std1 والstd2 بدي انسخ فقط 2 كاركترز. بدي اعطل الكوبي الاولى وهان اطبع. انا ايش backslash n backslash n. فهي الستودنت الاصليه احمد. هنا ايش نسخ؟ نسخ فقط اول اثنين من السترنج الثاني اللي هم ايش يا حسام؟ حط نسخ اول حرفين اللي هي اتش او خلص وترك الباقي مثل ما هو. فهنا استبدل اول حرفين من السترنج الثاني اللي هم حسام وترك الباقي مثل ما هو اللي هي ماد حمد. فصارت الكلمه عندي. لو زدتها مثلا او لو خليت حرف واحد راح يستبدل فقط اول حرف. فأحمد صارت اتش 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 مد ثلاث أربعة. فأنا بحدد السايز يعني زي ما بدي. فهنا الفرق بين الأولى السترينج كوبي مباشرة إنه راح ينسخ السترينج الثاني كلها مكان السترينج الأولى. لما أحدد أنا سايز فهو راح ينسخ السايز اللي أحرف بعدد السايز اللي حددته من السترينج الثانية للسترينج الأولى. هل string copy مع size تم تحديده بشكل مسبق. أي سؤال لحد الآن؟ طيب روح الفونكشن بعده اللي هي string comparison أو الدقان string بعد string. إيش قصد في string comparison؟ خلينا نشوف. string comparison str
CMP. الstring comparison إنه حيقارن two string مع بعض. تمام؟ يعني string one وstring two اللي راح يرجعوا إذا الأولى أكبر من الثانية راح يرجع لقيمة موجبة. إذا الأولى أصغر من الثانية راح يرجع قيمة سالبة. إذا two string متساويات راح يرجع إيش؟ صفر. إنه two string متساويات. طبعًا هو إيش اللي راح يعمل في المقارنة هان؟ راح يقارن الأحرف. يعني إحنا حكينا إنه A أكبر من B وB أكبر من C A B C. فبالتالي A أكبر من B وB أكبر من C وC أكبر من D. فهذه ترتيب الأحرف في المقارنة. فلو جيت أنا مررت اسمين أحمد وحسام مثلاً. مين المفروض يكون الأكبر عندي هان؟ مين أحمد ولا حسام؟ أحمد أكبر لأنها بتبدأ بحرف الA وحسام بتبدأ بحرف الH فالH أصغر من الA فهنا المفروض يرجع لي قيمة موجبة. طب خلينا نشوف string comparison. بدي أجي أقارن ما بين أحمد. طبعا ممكن استخدم من السترينج الموجودين فوق ممكن اعرف سترينج مباشره زي ما انا عامل هان بين احمد وبين هنا حسام. هنا عشان اعرف النتيجه ممكن اعمل برنت اف. برنت اف طبعا حيرجع لي قيمه فبالتالي هي موجبه. وبحط قوس بضيف قوس في النهاية. فأنا هين بشوف في الناتج المقارنة هاي هل هي موجبة سالبة أو صفر. خلينا نعمل طباعة comparison ناقص 1 ناقص 1 صحيح ليش أكبر دكتور هما بالعكس بتبلش من الايه بعدين بتصير الزيت كل حرف رقم. عفوا العكس صحيح صحيح الزد اكبر من الايه اخر قيمه اكبر من اول قيمه فهما العكس A اقل من B اقل من C اقل من D مزبوط. فانا عندي هنا دكتور يعني هو بتطلع كيف بتطلع بس اول بتطلع بس اول حرف يعني لا هسه خلينا هسه جايين يعني لو جيت انا هنا بدلت مثلا زد اللي هي زد اكبر من الاتش ايش راح يعطي عندي؟ موجب اعطاني موجب انه السترينج الاولى اكبر من الثانيه لكن لو خليتهم نفس الشيء احمد واحمد هذا المفروض يعطيني صفر صفر كومباريزون صفر. طيب هو لمتى هل حيقارن فقط اول حرف؟ لا وراح يضل يقارن في كل الكاركترز لحد ما يوجد لحد ما يلاقي اختلاف. اذا لقي الاختلاف راح يقارن فيه. يعني انا هنا عندي احمد والثاني احمد. لو جيت هنا حطيت احمد سبيس A وهنا احمد سبيس B ايش ممكن تطلع النتيجه هان؟ سالب. ايش؟ سالب. ليش؟ البي اكبر من الاي لانه راح يظل يقارن لحد ما يوصل عند الاحرف المختلفه اي وبي البي اكبر من الاي فبالتالي راح يرجع لي سالب. هنا رجع لي سالب. لو العكس لو جيت انا حطيت احمد وهنا زد اللي هي بحتصير اكبر هنا راح يرجع لي موجب. طب دكتور السبيس لحاله بيتاخذ بعين الاعتبار بدون حرف بعده؟ اه بتاخذ بعين الاعتبار لما يكون داخل التكست. تمام. لو جينا هان يعني ممكن يعني نحطهم داخل جمل مفيده ممكن اجي احكي اف احمد اف السترينج كومباريزون بحط احمد وهنا حسام اذا كانت نتيجه السترينج هاي اكبر من صفر معناها ايش؟
print f first name is larger than the second name. إذا كانت النتيجة موجبة فبالتالي بحكي له إنه الاسم الأول أكبر من الثاني. Else if كمان الكومباريزون هاي بس إلس لحال مش إلس إف صح؟ هو يترو فيها فولس ولا لا؟ لا في الإيكوال في احتمال الثالث. طيب عندي إلس إف إذا كانت هذه أقل من صفر إيش يعني؟ أنت إف the second name is larger than the first name. أو the first صحيح مزبوط أو the first name is less than the second one. Else ليه حتكون لا هي موجب ولا هي positive اللي هي صفر. باجي بكتب both name are equals are equal. طيب هنا عندي هي المفروض تطلع سالبة فبالتالي المفروض يطلع the first name is the less than the first name is less than the second name. بس خليني أعطي backslash n print f هنا backslash n وهذولا كلهم دي أحط لهم backslash n. طيب يعطاني the first name is less than the second name. لو جيت هنا غيرت مثلا حطيت زياد زد اللي هي اول حرف اللي هي اكبر فراح تصير the first name is larger than the second one واذا كانوا متساويين راح يعطيني are equal. فانا هنا ممكن هاي استخدام لمقارنه السترينجز مع بعض. المقارنه حتكون بناء على الاحرف على الكاركترز راح يبدا من اول كاركترز ويقارن. دكتور نعم لو بكى في سبيس في الاول بقارنها في حرف ولا بمشي عنها؟ طيب انه يعني لو عندي هنا سبيس والثاني حسام the first name is less than the second one هي المفروض ايش؟ ايش كانت عندي هي؟ كانت larger. الجملة الأصلية انه زياد أكبر من حسام. لو حطيت سبيس the first name is less than the second name فبالتالي السبيس هي عندي لها اعتبار في الـ في الـ في السترينج. يعني دائما السبيس اكبر من اي حرف اقل من اي حرف. طيب انا عندي في فانكشن ثاني هي السترينج ان كوبي لا عفوا السترينج ان كومباريزون CMP اللي هي string and comparison اللي هي انا بحدد نفس الشيء بحدد ان عدد من الاحرف اللي قارن فيه واضح. فهنا باجي بحكي خليني ارجع هنا على اعمل كوبي لهاي عندي هنا بدل string comparison بضيف ان وراح ازيد ايش عدد الاحرف لما نحط أربعة شو راح يعمله؟ راح يقارن فقط هان أول أربع أحرف مع أول أربع أحرف وشوف هل هم متساويين أو لا. فالثانية هنا بدي أكتب أن comparison أشوف إيش نتيجتها. هنا إيش المفروض يطلع عند النتيجة؟ صفر 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 لأنه أول أربع أحرف تساوي
أول أربع أحرف من السترينج الثاني، فهي أن كومباريزون صفر. طيب نفس الشيء لو جيت أنا حددت غيرت هانا زد اللي هي أصبحت أول أربع أحرف لا تساوي أكبر من ثاني أربع أحرف، فعندي أن كومباريزون زد وان موجب لأن الأولى أكبر من الثانية. فأنا هنا بحدد إذا استخدمت السترينج أن كومباريزون راح يحدد عدد الأحرف اللي قارن فيهم، يعني مش حيضطر يقارن كل السترينج كاملة، فقط بدي يقارن أنا عندي مجموعة من الأحرف أو جزء من السترينج بدي أقارن فيها. طيب اللينث هنا string length خليني أشوف إنه بدي أش بفحص size string. تمام، أنا عندي إيش string عرفتهم فوق، أنا هنا عرفت name و city. name عندي كانت عبارة عن عرفتها 6، بس لما يجي أحسب string length أو أجيب الحجم string ما رح يحسب حساب للنل، راح يجيب الحجم الفعلي للسترينج. يعني هنا احمد راح يرجع لي 5 اللي هو الحجم الفعلي للسترينج او يعني للمكونات السترينج. جنين ما راح يرجع لي 6 كمان، راح يرجع لي 5 لانه فعلا عدد الاحرف 5. فلو جيت هان بدي اطبع نيم والسيتي print f the size of the name is، وهنا طبعا السايز هو طبعا حيكون انتجر فبالتالي دي، وعندي هنا لين اس تي ار لين وداخلها بدي احط اسم السترينج نيم مثلا وبنهي، والثاني سيتي وبنهي. طيب انا عندي هنا نفس الشيء the size of the city وهنا city، خليني اشوف قديش size كل واحد فيهم. the size of the name is 5 the size of the city is 5، فبالتالي name هو احمد 5 احرف والcity جنين كمان هي 5 احرف، فهو بياخذ الاحرف الفعليه اللي موجود فيها الـ 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 الاسم. طيب لو زدت على السيتي مثلا كتبت هنا جنين سيتي قديش لازم يعطيني هان؟ داش مع السبيس 5. السيتي قديش؟ 4 مش 5، 5 و 4 9 ايه 5 5 يعني 5 و 5 10 10 يعطاني السايز 10. جنين سيتي اخذ السايز كلهم بما فيهم السبيس اللي موجود، سبيس بيعتبره واحد، فالسايز عندي صار 10. فانا هذه كمان عندي فانكشن str length ممكن استفيد منه اني اعرف اللينث او السايز تبع السترينج. في عندي هنا string آخر هو مش آخر، يعني في عندي كمان two functions اللي هي concatenation. concatenation شو بتعمل؟ بتوصل لي two string مع بعض، تشبكهم مع بعض. يعني لو جيت أنا هان عرفت character first name أحمد، هنا كاركتر last name ماضي، وبدي أعمل concatenation للتو string مع بعض، يعني بدي أطبع التو string مع بعض. ممكن أجي أعمل مباشرة أعمل printf the full name is، وهنا بطبع string s، وهنا بعمل بستدعي الفانكشن اللي هي str cat
concatenation او توصيل تو اريز مع بعض او تو سترينج مع بعض. وباجي هنا الفيرست نيم واللاست نيم. فيرست نيم انا عندي لاست نيم backslash n. هنا انا عم بعمل concatenation. خلينا نعمل run. The full name is احمد ماضي. شبك لي two string مع بعض. واضح هذه فائدة الكونكاتينيشن. string cat انه راح تجيب السترينج الاولى وتتبعها يعني تكمل عليها السترينج الثاني. في عندي كمان نفس الشيء السترينج ان كونكاتينيشن اللي هي بتشوف كم حرف بدها تجيب او تشبك من السترينج الثاني. يعني لو جيت هنا كتبت دكتور بزبط احط فيها اكثر من تو سترينجز نحط فاصل واكمل كمان سترينج ثاني او ثالثه تقدر احط زائد صح بالزائد تزبط كمان كيف بالزائد يعني فيرست نيم زائد لاست نيم هذا موضوع ثاني هذه برضه صحيح كونكاتينيشن صحيحه بس انا بحكي هنا عندي الفانكشن هذيك موضوع ثاني موضوع البلس انه انا بدي اشبك اكثر من تكست او من اثناء عمل الطباعة بدي اشبك اكثر من تكست مع بعض. طيب الان انا عندي فول نيم بدي اجي احدد السايز بس انا بدي بدل str cat عندي n concatenation. ال n concatenation ايش البارامترز اللي فيها؟ كاركتر وكاركتر وسايز. ثلاثي كاركتر للثلاثي انبوت السترينج كات او سترينج كونكاتينيشن ان كونكاتينيشن السترينج الاولى السترينج الثانيه والثالثي اللي هي السايز اللي بدي انسخ منه او السايز اللي بدي انسخه. لو جيت انا كتبت اثنين يعني راح يعطيني ايش؟ احمد وام اي احمد والثاني ام اي احمد ما. لو جيت عملت رن the full name فأحمد ماضي ما مش لازم تكون هيك. طيب شو اللي صار هان؟ ليش هان طلعت عندي هيك؟ هي المفروض تطلع عندي احمد ما، ليش طلعت عندي احمد ماضي ما؟ اللي صار انه انا هنا اوريدي عملت كونكاتينيشن. انا عملت كونكاتينيشن للاولى مع الثانيه. فصارت هذه الاولى هي عباره عن احمد ماضي. وهذه اللاست نيم ظلت ماضي فاخذ منها اول حرفين شبكهم. فلو جيت انا هنا وقفت هاي خليت الثانيه هنا ايش اعطاني؟ احمد وما. فهنا هاي السترنج الاولى والسترنج الثاني جاب منها اول حرفين. طيب حيكون هيك كافي لليوم. الله يعطيكم العافيه جميعا. يعطيك العافيه استاذ دكتور. قال